سرعة في نقل الأخبار، تنوع في المصادر، دقة في نقل المعطيات، تصريحات حصرية، جولة حول العالم بين يدي على الموقع الإلكتروني لجريدة العرب. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تابعوا فينا في حلقة جديدة من برنامج اليوم. اليوم 3 أفريل 2020، حلقة جديدة تجيكم كالعادة نتابعوا فيها آخر المستجدات على الساحة الوطنية. وبطبيعة الحال اليوم المستجدات نحكيه على فيروس كورونا، الحقيقة اللي دخل في مختلف يعني دول العالم ومن بينها تونس. اليوم تونس عاملة استعدادات كبيرة واستعدادات استثنائية بخصوص التطورات الصحية هذه اللي قلت شملت العالم أجمع، مش كان تونس، والإصابات تقريبا فاتت المليون مصاب عبر العالم، وتونس مئات المصابين. ربي يحمي تونس ويحمي شعب تونس. اليوم في حلقتنا باش نحكي أولا على عملية تزويد الأسواق بمختلف المواد، وباش ناخذ زادة فكرة عن الأسعار، باش نحكي وزاد على الوضع الصحي في كل من منوبة وبالتحديد في بلدية البطان وولاية الكيف زادة، وباش يكون لنا عودة عن حوار اللي أجراه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ البارح على الوطنية الأولى، ويعني اللي حكى فيه عن مختلف الإجراءات اللي اتخذتها الدولة في ظل الظرف الاستثنائي هذايا. باش نحكي وزاد اليوم على طلب عمادة المهندسين التونسيين من البنك المركزي التونسي بتمكين المهندسين الاستشاريين المنتصبين للحساب الخاص في إنجاز مهمات فنية متعلقة بالبنايات المدنية. هذه مختلف المحاور اللي باش نحكيو عليها اليوم في حصتنا، لكن كما قلت باش نبداو بناخذوا فكرة يعني عن عملية تزويد الأسواق، أسواق الجملة بمختلف المواد وزاد المواد الغذائية اللي الحقيقة فما تشكيات كبيرة من المواطنين بخصوص يعني فقدينها والأسعار المشتة هذه الكل، وأكثر تفاصيل باش ناخذوهم من عند سيد ياسر بن خليفة مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة اللي يحضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي ياسر. مرحبا بك ومرحبا بكافة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. إذا خلينا نبدأ الساعة من انعكاسات قرار غلق الأسواق اللي اتخذته الدولة في الأسبوعين الأولين من الحجر الصحي الشامل، واللي كانت خلينا نقولها بصراحة يعني كانت انعكاسات سلبية جدا على مستوى توفر المواد وإلا زاد على مستوى الأسعار. صحيح انعكاساته كانت سلبية على مستوى الأسعار، لكن انعكاساته من الناحية الصحية كانت إيجابية. راهو أسواق الجملة يرتاد عدد كبير ياسر من تجار الجملة ومن تجار التفصيل. كي نعطي مثال، سوق الجملة ببير القصعة يوميا يرتاد ما بين 25 ألف و 30 ألف زائر في حيز زمني قصير ياسر وصغير برشا. صحيح. لذلك من الناحية الصحية نظرنا أنه تكون صحة المواطن قبل ما يكون أسعار وقبل ما يكون استهلاك، لكن بعد مراجعة الموضوع والتثبت وكانت انعكاسات سلبية على اندفاق وسيولة دخول المواد والمنتوجات الفلاحية والأسماك 3 أيام في الأسبوع برك ما كفاتش، ولينا التجأنا أن نعود ونفتحوها مرة أخرى مع مراعاة الجانب الصحي. ديما تبقى مراعاة الجانب الصحي هو الأساس، مع التعقيم اليومي في فترات معناتها متتالية لهذه الفضاءات، وخاصة الأروقة اللي توجد فيها الخضر والغلال وكذلك الأسماك والممرات وكذلك في باب الدخول والخروج من هذه الأسواق، وتعقيم كذلك الشاحنات عند دخولها، قصد على كذلك أكثر ما يمكن من الصحة والسلامة متاع الرواد متاع أسواق الجملة. وهذا بطبيعة الحال شي ساعد على عودة الأسعار إلى المساق الطبيعي متاعها، وهذا لاحظناه البارح من خلال زيارة وزيري التجارة والفلاحة لسوق الجملة ببير القصعة، حيث تمت ملاحظة دخول كميات كبيرة من الخضر والغلال، وسجلوا التجار ارتياحهم من عودة النسق العادي للعمل بهذه الأسواق الجملة.
وكيفنا قلت لك اش تنخفض الاسعار ان شاء الله، هي فما بعض الانخفاض اللي لاحظناه البارح واليوم، لكن تنخفض اكثر غدوه السبت، والمواطن يلاحظ هذا غدوه بحكم أنه نهار السبت تدخل فيه كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية وتخضع للعرض والطلب بطبيعة الحال، شيء أثر على الأسعار بالانخفاض ونسق التنازل متاعها انطلاقا من غدوة إن شاء الله. هذا هو صحيح، أنا شفنا في تصاور على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الحقيقة صور تبين يعني الكمية الكبيرة اللي دخلت السوق بير القصعة، وزادة الحقيقة منتجات فلاحية فريشكة، وهذا ينكر ربما اللي كان ينتظروا المواطن. احنا اللي فهمناه من كلامكم انتوما ومن تصريحاتكم يعني في برشا وسائل الاعلام انه متوفره المنتوجات وموجوده ولا خوف يعني من فقدانها في الايام القليله القادمه على الاقل نجم نقوله، لكن المواطن اليوم حتى خوف من توفر المنتوجات، وكذلك حتى في اطار نحب حتى نسبتك انه في اطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم عندنا العديد من المخزونات التعديليه اللي مخبينها رمضان، ما تمش المساس بها، تم الاحتفاظ بها كيفما تمت البرمجه سابقا، وفي تم شروع في ضخها بداية من الأسبوع قبل رمضان المعظم، من تلقوا في ضخ كمية كبيرة من المخزونات التعديلية متاع البيض وكذلك الحليب والدجاج وشرائح الديك الرومي، وعودة كذلك شركة اللحوم إلى توريد كميات من اللحوم الحمراء بنسق عادي، سيوفر كذلك كمية كبيرة من اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، كيلو بقري حبرة ب 23 دينار توفر شركة اللحوم في نقاط البيع التابعة لها. وكذلك عندنا كميات كبيرة أخرى من الخضر والغلال مستعدين بها لشهر رمضان المعظم، شتكون موجودة في السوق قبل دخول رمضان بأسبوع إن شاء الله. إذن ما فماش حتى خوف من فقدان المنتجات الفلاحية الطازجة، وكذلك في بقية المواد الغذائية اللي نحب نشير أنه حتى النقص اللي قاعد يلاحظ فيه المستهلك والمواطن في مادة التسميد له ظرفي، بحكم أنه بعض المناطق كانت ما تستهلكش مادة التسميد خاصة المناطق المدن والمناطق الحضرية، انخرطت حتى هي في نسق غذائي جديد وشرعت في اقتناء كمية كبيرة من السميد، مما أثر على تزويد السوق خاصة في المناطق الريفية اللي تستحقه بصفة مباشرة. لذلك وزارة التجارة انتهجت خطة عمل جديدة يوم 28 مارس شرعنا في تطبيقها، اللي هي تجميع جميع الكميات نتاع مادة التسميد اللي تنتجها وحدات الإنتاج الكل على المستوى الوطني، وتوزيعها على من مركزيا من وزارة التجارة على حسب الولايات وعلى حسب حاجياتها، بحيث إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمناطق الشعبية اللي تكثر فيها الكثافة السكانية واللي يعتمدوا في نظامهم الغذائي على مادة التسميد. لكن احنا في المدن وفي المناطق هذه الحضرية الكبيرة عندنا المساحات التجارية والمغازات والمخابز تعمل مساء وصباحا وليلا ونهارا. صحيح، هذا هو الحقيقة سي ياسر، مش نقص عليك، لأنه تجينا برشا تشكيات من المواطنين خاصة من مواطني الجهات الداخلية، الحقيقة فما نقص كبير في المواد هذه الأساسية، هي الحقيقة كما قلت أنت احنا في المدن الكبيرة عندنا يعني ربما بعض الحلول الأخرى البديلة، لكن هما تعتمد أساسا حياتهم على السميد والفرينة في الأخير، يعني فما تشكيات من نقص تزويدهم بالمواد الحياتية الأساسية هذه. لشنو يرجع اليوم زعما ظاهرة الاحتكار وحدها هي اللي خلات يعني النقص هذا يبين ويضر المواطنين؟ هو كان مش احتكار، صحيح الاحتكار لعب دوره بحكم كيف نتعرفوا في أزمات، ديما في الأزمات وفي الفترات هذه يكثروا اللوبيات ويكثروا المحتكرين نتاع كل وقت ووقت، ظهرت الموضة نتاع السميد والفارينة وكثروا المحتكرين، لذلك تم التدخل بصرامة من طرف فرق المراقبة الاقتصادية والسلطة الأمنية وحدات الجيش الوطني اللي نحب نوجه لهم تحية شكر، اللي هما في الميدان موجودين في الصف الأول قاعدين يأمنوا في انتظامية التزويد ويأمنوا كذلك في وحدات الإنتاج ويشرفوا على عملية التوزيع متاع هذه المادة، بحيث أنه يتم توزيعها كيف قلت لك من مستوى المركز إلى داخل الجهات. احنا كي نعطي بالأرقام يوميا يتم إنتاج على المستوى الوطني 1800 طن من مادة التسميد، تم تخصيص للمناطق الريفية 1600
القرناطة يتم توجيهها للمناطق الريفية الداخلية لحماية أمنية، ويتم توزيعها على طريق السلطات الجهوية تحت إشراف فرق المراقبة الاقتصادية، و200 طن يتم توزيعها في شكل سميد معلب بحجم 1 كيلوغرام وحجم 5 كيلوغرام في المساحات التجارية في إقليم تونس والمناطق الحضرية. إذن 1600 طرناطة يتم توجيهها للمناطق الريفية يوميا وبصفة يومية حتى أيام السبت والأحد، ما فماش انقطاع على خاطر وحدات الإنتاج متاع مادة السميد تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، وقاعدة الدولة موفرت لها الحماية بوحدات الجيش وكذلك وحدات الأمن وقاعدين يأمنوا. لكن سمح لي، العملية هذه سياسر ظهر لي ما شملتش جميع المناطق، لأنه الحقيقة لحد اليوم يقول لك احنا في المنطقة الفلانية ما وصلش التوا السميد، يستنوا ما زالوا ينتظروا، والسلطات الجهوية طمأن فيهم انه باش يجي. خلينا نكون واضحين، عملية التوزيع التوا ما يعني شملتش نجم نقولوا 24 ولاية بمناطق الداخلية. باش تبدا الامور واضحه، راهو 1600 طرناطة كل يوم يتم توجيهها الى 6 ولايات، فن ال 24 ولايه على 4 اقاليم بمعدل 6 ولايات يوميا يتم بث فيها 1600 طرناطة من ماده التسميد. انطلقنا بطبيعه الحال بمناطق العبور اللي تتعدى منها الشاحنات باش نوفروا لها الكميات الكافيه باش حتى هما تتوفر لهم هذه الماده وما يتعرضوش للشاحنات عند مرورها بمناطق العبور. واحنا قاعدين ندخلوا للعمق، حزام اول، حزام ثاني، حزام ثالث، حتى نوصلوا لابعد نقطه في الجمهوريه التونسيه. اذا الكميه قاعده تتوفر، قاعدين نوصلوا فيها تحت كيف قلت لك الحمايه الامنيه وحمايه وحدات الجيش، ويشرف على توزيعها هما السلطات الجهويه الساده الولايات والمعتمدين والعمد، وكذلك فرق المراقبه الاقتصاديه يوصلوها حتى للمناطق البعيده في العمق نتاع الوطن، وقاعده توصل كيف قلت لك احنا شرعنا فيها تو من نهار 28 الخطه هذه. قاعدين كل يوم نستهدفوا 6 ولايات، ومن بعد كي نكملوهم نعاودوا نرجعوا للولايات اللي بدينا بها في الكره الاولى. وقاعدوا في 1600 طن، راهو مش كميه قليله، انا كي نعطيكم ببعض الارقام قداش قاعدين يتم توزيع المواد الغذائيه يوميا في على المستوى الوطني. قاعد يتوزع احنا حاجياتنا من الحليب مثال 1,700,000 لتر من الحليب يوميا، لكن احنا قاعدين نضخوا في السوق 2 ملايين زيادة متاع 300,000 لتر من الحليب. كذلك الخبز يوميا يتم ضخ في السوق 12 مليون خبزة، 7,500,000 حجم باجيت و 4,500,000 حجم كبير، معناتها على لكل مواطن تقريبا خبزة، معناتها 12 مليون خبزة يوميا وبصيغة يومية. من ناحية العجين الغذائي يوميا يتم ضخ في السوق 1 مليون كيلوغرام من العجين الغذائي، مقرونة ومشتقات المقرونة 1 مليون كيلوغرام، من الفرينة المعدة لصنع الخبز 5,500 طن، 25,000 قنطار يوميا يتم توزيعها. أرقام كبيرة سي ياسر، وللأسف ما تعكسش الواقع. هي الحقيقة لهنا السؤال يعني. مش ما تعكسش الواقع، راهو اللعفة اللي صادفت في الفترة الأولى متاع وباء الكورونا وخلى جميع المنازل تتحول إلى مخازن لخزن المنتوجات الغذائية، وتبدلت العادات والنظم الغذائية لدى التونس خوفا، وهو خوف طبيعي وخوف غريزي عنده الحق. يقول لك احنا نقعدوا في الديار، شكون قال تتوجد الماكله؟ هبوا الناس الكل لشراء هذه المنتوجات في ظرف قصير جدا، وهبطت على الكميات نتاع المواد الغذائيه، بالرغم اللي انه وحدات الانتاج ما وقفتش عن العمل كيف ما قلت لك تخدم، لكن الطلب كان اكثر من العرض بصفه كبيره ياسر. وتحولت كيف ما قلت لك بقدره قادر سواء المنازل الى مخازن، وكذلك المخازن العشوائيه والمحتكرين بالطبيعه الاحتكار. وأكبر دليل على ذلك تم إيقافي لحد اليوم 23 شخص من طرف النيابة العمومية بسبب الاحتكار، حيث ثبتت جريمة الاحتكار والمضاربة في شأنهم، وتم إصدار أحكام قضائية في شأن 2 أشخاص
العقوبة السجنية كانت لكل واحد سنتين وثلاثة أشهر عامين وثلاثة أشهر سجن لزوز أشخاص، وما زالت بقية الأحكام سوف تصدر في القريب العاجل عن السادة القضاة. كل من تخيل له نفسه اللعب والتلاعب بقوت المواطن، وخاصة المواد المدعمة الأساسية هذه والكريمة والزيت والسكر إلى غير ذلك اللي يحتاجها المواطن خلال هذه الفترة الحساسة. هذا هو الحقيقة، هذه نجم نقول الطرق الجذرية اللي لازم تتخذ في مثل هالظروف الاستثنائية، لازم نضرب بيد من حديد على العباد هذوما اللي يحتكروا واللي يعني يتاجروا بألم الشعب. بالإضافة إلى ذلك عن المبادرة قدمنا بها إلى رئاسة الحكومة بمناسبة معناتها تصدر مراسيل للعقوبات والتجديد في العقوبات، وكيف ما تعرفوا كلمة سيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الحكومة اعتبرها المحتكرين هذوما مجرمي حرب. كانت عندنا مبادرة وزارة التجارة قصد التجديد في العقوبات الردعية بالسجن، ونتجاوز المخالفة الاقتصادية من كونه مخالفة أو جنحة إلى جناية تصل العقوبة متاعها إلى 10 سنوات سجن، بالإضافة إلى خطايا مالية اللي تتجاوز هي توا 100 مليون 100 ألف دينار لكل محتكر، لكن في إطار التنقيح سوف تصل إلى 300 مليون، وكذلك المصادرة للأملاك للمحتكرين هذوما قصد التجديد أكثر ما يمكن، والضرب على الأيادي أكثر ما يمكن، والصرامة في تطبيق القانون والتجديد في العقوبات. اللي نحب نأكد عليه أنه أعوان المراقبة الاقتصادية عددهم 600 عون، رغم مش عدد كبير برشا، منتشرين في الظروف هذا في الصف الأمامي، قاعدين يأمنوا في انتظامية التزويد، قاعدين يتصدوا للاحتكار والمضاربة. عندنا رقم أخضر موجود على ذمة المستهلك نذكر به بالمناسبة اللي هو 80 100 191 80 100 191. قاعدين نتقبلوا يوميا ما بين 600 و800 مكالمة هاتفية تتعلق بشكاوى المستهلكين، سواء بتجار تفصيل أو تجار جملة أو محتكرين. تم تدخل إجراء 25 ألف تدخل وزيارة ميدانية ورقبية قاموا بأعوان المراقبة، تم رفع 2500 مخالفة اقتصادية، تم تحرير 2500 محضر، أغلبية المحاضر تتعلق بالاحتكار والترفيع في الأسعار، وتم حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية خلال هذه الفترة، منها نذكر على سبيل المثال 1500 طن من السميد والفارينة، 22 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم، أكثر من 20 ألف لتر من الحليب المدعم، 19 ألف بيضة، 365 ألف كمامة وقفاز طبي واقي، كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي تم حجزها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية، وتم إعادة ضخها في السوق وتأمين الثمن متاعها في خزينة الدولة، وما زالوا أعوان المراقبة مجندين ومستمرين في العمل الميداني متاعها من أجل ضمان انتظامية التزويد وكذلك التصدي للاحتكار. واضح الحقيقة، هما 600 كما قلت أنت عدد قليل برشا أمام الظرف الاستثنائي وأمام عمليات الاحتكارية اللي تكثر يعني في الأوقات الاستثنائية هذه، لكن كما قلت مجهود جبار قاعدين يقوموا به والأرقام تعكس ذلك، يعطيهم الصحة ومشكورين جدا الحقيقة الكل. فقط نختم معك سي ياسر بن خليفة على المخزون مادتي سميد والفارينة، هل أنه متوفر اليوم؟ خلينا نطمنوا العباد، أنت قلت أرقام كبيرة وتقريبا 1600 طن توزع يوميا عبر الولايات، هل أنه المخزون كيف في اليوم باش يكفينا يوصلنا رمضان ويكمل معنا الرمضان وبعد رمضان؟ عندنا مخزونات من القمح، تم أخذ الاحتياطات اللازمة من طرف الدولة، حيث تم رصد اعتمادات كبيرة لوزارة الفلاحة وبالتحديد ديوان الحبوب قصد شراء كميات كبيرة من القمح. عندنا العديد من البواخر اللي دخلت وتم تخزين كميات كبيرة، احنا المخزون الاستراتيجي بتاع القمح متاعنا لمدة شهرين ما لازموش نطيحوا عليه، هذا كان موجود اللي نحب نطمن ليه المواطن التونسي، المخزون الاستراتيجي متاع شهرين موجود، لكن احنا كل يوم ويوم وقاعد البواخر تدخل وقاعدين نرحيه في القمح اللي قاعد يدخل للبلاد والمخزون ما نسيناهوش. يدخل منين قادم القمح سي ياسر؟ قاعد بطبيعة الحال جاي من أمريكا
امريكيا جاي من الدول الاوروبيه. هذه في اطار مساعدات او؟ لا لا لا، شراء احنا كما تعرف راهو القمح، احنا خاصه القمح اللين اللي نعملوا منه الفرينه الاكثريه نتاعو قاعد مورد من برا، وعندنا كميه قليله نتاع قمح صلب نستخرجوا منه السميد، والباقي كذلك يتم توريده من 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 الخارج. نشوفوا فيه بالعمله صعبه، ولو انه باش ندخلوا ولو انه باش ندخلوا في موضوع كبير برشا، لكن كان عندنا يعني اشكال قبل في القمح نتاعنا، يعني القمح التونسي الاصلي، ويعني عمليه وموضوع كبير برشا ومتشعب برشا الحقيقه، انه اليوم تخلينا ندخلوا في ظروف استثنائيه كيما هكا ونشريوا من البلدان الاخرى. لا احنا طول مده مش جديد علينا، راهو حتى احنا الفلاحه نتاعنا والاراضي نتاعنا ما تعطيش كميات كبيره نتاع قمح، راهو مش جديد علينا، راهو من الازل احنا نوردوا في القمح بالبره، معناتها ما مش عاده جديده بمناسبه الكورونا ولا في الفتره الاخيره هذه، راهو احنا نقوم بتوريد القمح من سنوات طويله قاعدين نوردوا فيه على طريق ديوان الحبوب. واللي نحب نكمل ليه انه كذلك تم رفع نظام الحصص على المطاحن، معناتها معناتها كل حصه كل مطحنة كانت قبل الكورونا كانت تاخذ حصه معينه من القمح قصد رحيه خلال مده شهر، لكن في اطار الوباء هذا اللي حل بالبلاد تم رفع نظام الحصص، وخلينا المطاحن تتزود بالكميات اللي تستحقها، المهم تخدم وتنتج وتخرج السميد والعجين الغذائي لمستحقيه، اذا تخدم بطاقتها الانتاجيه القصوى وقاعده تتزود يوميا بكميات القمح اللازمه، وعندنا المخزونات الاستراتيجيه وكذلك عندنا الانتاج الواردات اللي قاعده تجي بصفه يوميه، وقاعدين نرحيه معناتها في القمح في شكل سميد ونصنع فيه في عجين غذائي. واضح واضح، شكرا ليك سي ياسر بن خليفه، الحقيقه مداخلتك يعني طمن برشا التوانسه، اعطيت ارقام طمن برشا، ان شاء الله هذا يعني ينعكس في الايام القليله القادمه، وان شاء الله نشوفوا يعني توفر المواد هذه كما قلت، لانه القطاعات هذه حبينا ولا كرهنا هي حيويه، والتونسي هذاك هو يعني مؤونه التونسي لازمه، واهم حاجه ربما في الظرف هذا هو مؤونته، بما انهم الناس الكل في الحجر الصحي الشامل يطالب كان بالاكل اليوم تونسي. شكرا لك مرة أخرى السيد ياسر بن خليفة، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، على كل هذه التوضيحات. إذن كما كنت تسمعوا في السيد ياسر بن خليفة مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، اللي أعطى أرقام وربما حكى على الواقع الموجود اليوم في الأسواق وفي المناطق الداخلية، كما قلت أعطى أرقام ربما أنا وصفتها أنها ما تعكسش الواقع، لكن ربما في الأيام القليلة القادمة نكتشفوا هذه ونشوفوا انعكاساتها. 1600 طن يوميا توزع على الولايات التونسية بمعدل 6 ولايات كل يوم، 1800 زاد طن من مادة الفرينة توزع، يعني قال أنه تقريبا 1 مليون كيلوغرام زاد توزع من الفرينة على مختلف المناطق. هذه إن شاء الله يعني في الأيام القليلة القادمة نرتاح وتنقص شوية التشكيات المواطنين توصلها المواد هذه، لأنه في وصولها طمأنا لهم على الأقل كما قلت المؤونة نتاعهم تكون موجودة، وهذه إشكال يعني الدولة تقضي عليه وتخلي التوانسة يفكروا في عملية السلامة الصحية نتاعهم. احنا باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول يعني عملية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية وزاد المواد الغذائية بمختلف ولايات الجمهورية، وزاد التدخلات والمحاضر والمخالفات اللي سجلتهم وزارة التجارة في التقرير هذايا، ثم نرجع. بعد ما خلفوا قرار غلق أسواق الجملة من انعكاسات سلبية على الأسعار بسبب اللهفة الشديدة في الاستهلاك من قبل المواطنين، ومع إقرار إعادة فتح الأسواق هذه من جديد، بدأت الأسعار تاخذ في منحة نزولي وبدأت في الانخفاض التدريجي وفق ما أكدته وزارة التجارة في أكثر من مرة. لكن في المقابل تعالت أصوات المواطنين المحتجين على غياب المواد الغذائية، وخاصة منها المواد المدعمة، وحتى في صورة توفرها فإنها موجودة بأسعار مشتة.
الشيء اللي دفع وزير التجارة أسامة الخريجي البارح للقيام بزيارة لسوق الجملة ببير القصعة للوقوف على عملية تزويد الأسواق التونسية بالخضرة والغلة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لحماية المتعاملين مع الأسواق من فيروس كورونا. وتوقع وزير الفلاحة تراجع الأسعار بالأسواق وعدم وجود عوائق أمام الوصول للمواطنين لاحتياجاتهم، واعتبر أنه ارتفاع أسعار بعض المواد في الفترة السابقة راجع لغلق الأسواق. كما اعتبرت وزارة التجارة زادة أن ظاهرة الاحتكار ساهمت بشكل كبير في فقدان بعض المواد وغلاء أسعار مواد أخرى، وإن أكدت في بلاغ لها أنه عدد الزيارات الرقابية بلغت 25 ألف عملية، كما تم رفع 2620 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات. التطورات هذه تجي في وقت تشهد في تونس زيادة في عدد حالة الإصابات بفيروس كورونا واللي تجاوزت أكثر من 450 حالة مؤكدة. إذن كما كنتوا تشوفوا مشاهدينا في التقرير اللي يرصد مختلف يعني المخالفات والمحاضر اللي تسجلهم كل مرة وزارة التجارة في الظرف الاستثنائي هذايا للضرب على المحتكرين اللي الحقيقة اليوم يتلاعبوا بقوت التونسيين، وظاهرة هذه اللي تفشت في بلادنا واللي ما تساعدناش خاصة هي في الأيام العادية وما تساعدش وتضرب الاقتصاد الوطني، خلي عاد في يعني ظرف استثنائي كما هكا تعيش على وقع تونس. كان معنا مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة واللي حكي على الوضع عموما وخاصة على مستوى يعني التوفر المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية، وطمأن التوانسة نجم نقولوا أعطى رسالة طمأنة للتوانسة وقال أنه المنتوجات الكل متوفرة يزيو من لهفة مثالش خلي يعني السوق تتعدل والمنتوجات موجودة فلا داعي يعني للهفة ولا لشراء المواد اللي مش لازمة وتكديسها في المنازل. وقال زادة أنه وزارة التجارة عملت تحضيرات كبيرة واستعدادات لشهر رمضان وباش يكونوا الأسعار معدلة إن شاء الله وباش تكون في المتناول الجميع، ونذكروا بالرقم الأخضر اللي حطته وزارة التجارة على ذمة المواطنين للتبليغ على كل يعني ظواهر الاحتكار والتعدي على القوانين هو 80-109-191 80-109-191 رقم أخضر هذا كما قلت نجموا يتصلوا عليه المواطنين للتبليغ على كل عمليات الاحتكارية في كامل تراب الجمهورية. خلينا نمشي وناخذوا فكرة عن الوضع الصحي في بلدية البطان بولاية منوبة مع رئيس البلدية السيد واصف المديوني اللي معانا عبر الهاتف. مرحبا بك. عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل. خلينا ناخذ معك فكرة واصف اليوم على الوضع الصحي في جهة البطان كما قلت من ولاية منوبة. الوضع الصحي في البطان لحد الساعة نجم نقول الحمد لله، عندي 23 حالة في الحجر الذاتي كملوا ليامات هذوما ليامات نتاعهم اليوم 14 يوم يعني صفر حالات حجر ذاتي. بالنسبة للحجر اللي قررته الدولة الحجر العام مش مطبق بنسبة 100%، أما نجم نقول الحمد لله، لكن نزيد ننبه المواطنين الكل في بلدية البطان باش يردوا بالهم باش يستحضروا لرواحهم على أولادهم على بياتهم على أماتهم يزم يطبقوا الحجر الصحي. اليوم خلينا نقول المرنقية بجنبنا فيها المرض، المنوبة بجنبنا فيها المرض، ردوا بال على رواحنا وهذا هو يعني. قلت لي مش 100% يعني تقيد بالحجر الصحي العام في منطقة البطان. وهذا اللي نعانيو فيه توا جل البلديات الجمهورية التونسية الكل يعني ما فماش حجر صحي. عباد تخرج تقضي، عباد تتحوس، عباد صحيح هذا شفناه، هذا حاجة واقعة ونعيش فيها يوميا وكل يوميا يوميا البلدية قاعدة تنبه، يوميا قاعدة نسقم على كل ما أمن ولا حرس شرطة جيش قاعدين نسقوا قاعدين نحاولوا نردعوا المخالفين ذوما بالطرق اللي استوجبها القانون وربي يهدي الجميع وكاو.
ان شاء الله بالطبيعه نعاولوا على التوانسه يعني في الظرف هذايا وعلى وعيهم. كلمه وعي التوانسه تتعاود ربما يوميا الاف المرات وهي الحقيقه الحل بيديهم. أكيد. الوقاية خير من العلاج. اي هذا هو. بالنسبه للبلديه البطان بمختلف يعني المؤسسات التابعه ترابيا، فماش عمليه تعقيم تقوموا يوميا بالعمليات هذه؟ بالنسبه للبلديه البطان اللي تتميز بها على باقي البلديات بكل في المجهودات نتاع البلديه، عندي المجتمع المدني اللي بالحق ماهوش مقصر، اللي نحب نشكرهم وكان تسمح لي الكشافه، جمعيه اجيال، خليط حبيبه الرجل هذا التونسي بالبطان، الشباب اللي في البطان قاعدين، الفلاحه نتاع الجهه قاعدين موفرين الاليات نتاع الفلاحه، وقاعدين من جيوبهم قاعدين يشريوا في لي برودوي، قاعدين يدوروا نهار بعد نهار، يعقموا في الادارات، يعقموا في المؤسسات الحكوميه، يعقموا في الشوارع، في الانهج، في الديار. بالحق لقيت بجنبي مجتمع مدني قوي ناشط معاوني بنسبه 100%. وهذا اللي يعني نستناوه اليوم، الوحده في صفوف يعني المواطنين، مجتمع مدني، الكل، المؤسسات، الدوله، باش نخرجوا على الاقل باخف الاضرار من الفتره هذه. ما ننساش زاد العمل نتاع بلديه البطان اللي مش مقصرين حتى طرف، نحب نشكرهم بالحق، اللي ناس من الصباح لليل، مش حتى مش عملك التوقيت اللي داير نتاعو يروح ليه، الناس تنظف، الناس تدور، الناس تنصح، الناس توعي، الناس تلم في الفضلات، ماهيش خايفه، ما هي مقدمه. بالحق ادارتي حتى قلنا لهم راهو ما تخدموش، راهو فما حاجه صحيه، ادارتي كل قاعده تجي وتخدم. سيد كاتب عام مشكور من الصباح، من الستة نتاع الصباح حتى ليله ظلام الدنيا قاعد مشكور في ادارته. مجلس بلدي عندنا لجنه طوارئ في المجلس قاعدين يحضروا كل يوم. الحمد لله يعني هذه الصور اللي نحبوا نشوفها الحقيقه في كل البلديات وكل مؤسسات الدوله. الناس لقيتها معايا في الوقت الشده هذيا. ان شاء الله ربي يسترنا، ربي يبقي ستر على توصل الكل، وربي يحمينا من المرض. ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه لاعوان النظافه واصف، هل انه اليوم بلديه البطان موفره كل المستلزمات الوقايه لهم؟ على حد مقدورنا قاعدين موفرين. الحق انا وفرت لهم الجيل ديزانفيكتون، وفرت لهم الماسك، خاصه نعرفوا لي ماسك ولي غون هما يتبدلوا يوميا، معناها يطلبوا كميات كبيره. الحق وفرنا كميه كبيره، العمل نتاع باش من وفرنا كميه كبيره، وفرنا كميه نتاع لي غون، نتاع لي ماسك، الجيل ديزانفيكتون كما قلت لك. الحق قاعدين نوفروا لهم، هذاكم هما راس المال، خاطر اذا ضرب لي واحد الله اللي قدر من الخدمه وقفنا بلديه ما تقف. صحيح. تحيه ليهم بالمناسبه ولكل اعوان النظافه، يعني كما يقولوا فيها جنود الخفاء الحقيقه اللي مقدمين بكل شجاعه. بالحق اي انسان، اي انسان كان بعيد على البلديه ما يعرفش الحقيقه، ما يعرفش شنو هي المعاناه اللي قاعدين يعانيوا فيها. كي يدخل في وسطهم يفيق برشا حوايج اللي الناس. صحيح. بالحق الناس مضحيه، بالحق جندي من جنود الخفاء. صحيح. وهذا اللي يمكن على عاتقنا اليوم، ان نعاونوهم على الاقل بنظافه، نعاونوهم وبمختلف يعني العمليات اللي نعرفوها يوميا، من ان على الاقل ما نطيشوش الحاجات في الشارع، الحاجات البسيطه هذيك اللي يشوفوها برشا عباد بسيطه لكنها يعني تحمل برشا يعني معاني انسانيه، ونخففوا عليهم شويه على الاقل من المجهود البدني اللي يبذلوا فيه، وكما قلت خاصه في الظرف الاستثنائي ويعني مجموعه المخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها. شكرا لك رئيس بلديه البطان بولايه منوبه واصف المديوني على كل هذه التوضيحات وعلى المداخله معنا. الله يخليك، عايشك. إذا كما قلت نعود نوجه تحية وتحية إكبار لعملة البلديات وأعوان النظافة بكامل تراب الجمهورية، اللي الحقيقة قاعدين يقوموا بعمل كبير، كعمل جبار يعني في الظرف هذايا اللي تعيشه تونس، كيفهم كيف أعوان الصحة والإطارات الطبية وشبه الطبية، الأمن والجيش زادة، كل يعني قطاع وكل مؤسسة في التراب التونسي
التونسي قاعدة تقوم بواجبها على أكمل وجه، هو قاعدة تقوم بمجهودات إضافية خليني نقول. وهذه الصورة اللي عكستها البارح السيدة يعني المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة مدام نصاف بن علي، الدكتورة هذه اللي نحيوها اللي ظهرت البارح في مداخلة يعني على قناة التاسعة، وشفنا ناس كل وجهها كيفاش تعب. يعني الحقيقة البارح الصورة هذيك لخصت المشهد العام الكل في تونس، شفنا مدى التعب اللي في وجهها. على الأقل خلينا نلتزموا بالحجر الصحي الشامل، احنا التوانسة لازمنا نعاونوهم، هذوما الجنود يعني الصحة اللي قاعدين يسهروا على صحة التوانسة وعلى يعني تأمين حياتهم في ظل يعني تفشي فيروس قاتل كيما هكا. كما قلت في أول الحصة توا فتنا المليون مصاب عبر العالم، الحقيقة أرقام كبيرة ومفزعة في انتظار يعني إيجاد بطبيعة الحال لقاح ينجم ينقذ الإنسانية من الفيروس هذايا. معناها ما فماش حتى حل اليوم غير أنه الحظر الصحي الشامل، ونقص شوية زادة من اللهفة على المواد الغذائية. كما قلت وزارة التجارة تطمن عباد الكل تقول المواد الكل متوفرة، منتوجات فلاحية ولا مواد غذائية، سميد، فرينة، كل شيء متوفر، كل شيء قاعد يتوزع على المناطق الكل عبر الولايات الكل والمناطق الداخلية الكل باش توصلها المواد هذه. حتى ما وصلتش اليوم توصل غدوة بشوية مثال شوية صبر، لأنه الناس الكل قاعدة تخدم باش نقولوا يعني كلمة حق، نقصوا شوية من اللهفة ونذكروا بعضنا شوية. ثم نقطة نحب نثيرها لهنا، نتفكروا يعني أشقائنا الأفارقة مثالش يعني في الأيام العادية نعرفوا اللي يدبروا في رؤوسهم كما يقولوا فيها بالعامية ويخدموا منا ومن غادي، لكن تويكا ما عندهم حتى مورد رزق. مثالش نعملوا لهم لفتة كريمة ونتفكروهم ما نعرفش بماكلة، كل واحد وكل قدير وقدره، لأنهم بالحق يعيشوا في وضعيات صعيبة اليوم في تونس لين يعني تتحل الإشكالية هذه ولين نخرجوا من الأزمة هذه إن شاء الله بأخف الأضرار. بعد شوية باش ناخذ معايا المدير الجهوي للصحة بالكيف طارق الراجحي، زملاء قاعدين يتصلوا به إن شاء الله نتحصلوا عليه، سينو باش نتعداو لحوار رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ البارح اللي عملوا على عبر الوطنية الأولى، وأحكى فيه على مختلف الإجراءات اليوم اللي نجموا ناخذوها في الظرف هذايا. الحقيقة الخطاب هذايا هو باش ناخذوا يعني دراسة كما نجموا نقولوا أو قراءة ليه مع المختصين في الشأن هذايا، لكن يعني خلينا نكون واضحين، لقى صدى إيجابي نجموا نقولوا من الشعب التونسي اللي في عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعني قالوا أنه رسالة مطمئنة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، عفوا مرة أخرى رئيس الحكومة قالوا أنه أعطانا رسالة مطمئنة، خاصة أنه أعطى إجراءات تخص بعض المهن وبعض اللي أحالوا على البطالة الفنية وبعض المهن كما قلت اللي تضررت من الأزمة هذه والمتعاقدين مع بعض الشركات واللي يعني يهددها شبح الإفلاس من الأزمة هذه. بعد شوية كما قلت باش ناخذوا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس السيد فاروق العياري للحديث أكثر حول هذا الحوار اللي جاء به رئيس الحكومة البارح، واللي يعني تقريبا أهم حاجة كانت فيه قال إنه الدولة يعني سوف توفر حوالي تقريبا يعني علاج لعشرين ألف مصاب لا قدر الله. خلينا تويكا نخرج فاصل إشهاري ثم نكملوا بعد شوية كما قلت باش يلتحق بنا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس سيد فاروق العياري للحديث أكثر حول هذا الموضوع. فاصل إشهاري ثم نعود.